زوار قناتكم المفضلة أخبار البلاد، مرحبا بكم. مرة أخرى الجزائر تحاول التشويش على التقارب المغربي الأوروبي، خصوصا التقارب المغربي الإسباني. إعلام نظام العسكر الجزائري يشوش على المغرب بشأن خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي. بالفعل عاد النظام الجزائري للتشويش على المغرب بشأن قضية إبقاء المغرب على أنبوب الغاز الجزائري الرابط بين المغرب العربي وأوروبا، حيث قفز على رواية المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة، التي أكدت أن المغرب مع الحفاظ على خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي ينتهي عقد العمل به متم أكتوبر المقبل. وروجت وكالة الأنباء الجزائرية المحسوبة على نظام الكبرانات رواية تفيد بأن دعم السلطات المغربية للإبقاء على أنبوب الغاز الجزائري الرابط بين المغرب العربي وأوروبا مجرد أكاذيب على حد تعبيرها. وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن خبراء يدعمون طرح النظام العسكر الجزائري قالوا أن السلطات المغربية أدلت بتصريحين كاذبين من خلال الخوض في الميدان الاقتصادي عموما والغاز خصوصا، حيث أضافوا أن الجزائر لم تقرر بعد تمديد العمل بأنبوب الغاز العابر لأراضي المملكة عقب انتهاء مدة عقد استغلاله في أكتوبر 2021. وتأتي هذه الخرجة المفضوحة والمسمومة لنظام العسكر في سياق التشويش على الشراكة الأوروبية المغربية والمساعدة المقدمة من المغرب سواء للاتحاد الأوروبي وبالخصوص إسبانيا والبرتغال وكذلك الجارة الجزائر رغم حقد حكامها على المغرب الذي يطمح لمد يده دائما للجزائر ويريد التعاون بشكل كبير من أجل مصالح الشعب الجزائري واقتصاده وازدهاره ورخائه المشترك رغم تكالب الآلة الدعائية المقيتة للمخابرات العسكرية الجزائرية على الشعب الجزائري وإيهامه بأن المغرب عدو. من جهة أخرى وردا على أكاذيب إعلام العسكر، فقد أوضحت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في تصريح لصحيفة ماروك لوجور التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء في نسختها الفرنسية أن إرادة المغرب للحفاظ على هذا الخط لتصدير الغاز تم دائما تأكيدها بوضوح وعلى جميع المستويات منذ أكثر من 3 سنوات. وقالت بن خضرة إنها إرادتنا كما عبرنا عنها شفاهيا وكتابيا في العلن وخلال المحادثات الخاصة، وذلك ردا على أخبار روجت لها بعض المواقع الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي مفادها ادعاء أن المغرب قد يكون قرر منع تزويد إسبانيا بالغاز مع انتهاء مدة العقد. وأكدت أن خط الأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي دخل الخدمة منذ 25 سنة يمثل أداة رائعة للتعاون رابح ونموذجا لمشروع إقليمي مهيكل ومفيد للجانبين. وذكرت بأن هذا الخط كانت أنشأته إسبانيا لتمكين الغاز الجزائري من الوصول إلى أوروبا عبر المغرب في ظروف سلامة مثلى، مضيفة أن هذه الخدمة تم تأمينها من قبل كفاءات والتدبير المغربي لشركة مترا غاز، وهو ما تمت الإشادة به من قبل جميع المتدخلين الأوروبيين. وأبرزت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أن الولوج إلى هذه الخدمة سيكون حرا وأن الأسعار ستكون شفافة وغير تمييزية، مشيرة إلى أن هذا المرفق أصبح مستهلكا اليوم، وبالتالي فإن الأسعار ستكون أكثر تنافسية من أي وسيلة نقل منافسة أخرى.